طيب بما ان احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم من شويه عن الاعمال الفنيه في رمضان، دخلنا خلاص في النص الثاني من الشهر الكريم، معاه كمان بتتصاعد الاحداث الدراميه في مسلسلات رمضان اللي بالتاكيد كل واحد فينا عارف بيتابع ايه خلاص دلوقتي، وعارف كمان ايه الاعمال اللي اتاجلت لبعد رمضان، يعني بقى عندنا كده خلينا نقول صوره واضحه للاعمال الدراميه. خلينا نعرف تقييم الاعمال الدراميه، الاحداث اللي حصلت لحد دلوقتي في رمضان، ايه المفاجآت، ايه الحاجات اللي ما كناش متوقعينها. طبعا معانا الناقد الفني الاستاذ طارق الشناوي. صباح الخير لحضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. خير، صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا استاذ طارق، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طيب يمكن حضرتك كنت معانا في بدايه رمضان، ويعني كلمت معانا انه لسه بدري قوي ان احنا نقدر نحكم على الاعمال الدراميه في بدايه الشهر الكريم. دلوقتي احنا تقريبا فات 16 حلقه من الاعمال الرمضانيه، اعمال الفنيه في رمضان السنه دي، شايف لحد دلوقتي ايه يعني تقييمك للاعمال الدراميه في رمضان السنه دي ايه؟ نسبه الجيد السنه دي والممتاز اكتر من الاعوام الاخيره كنسبه، يعني رغم ان العدد في المطلق عدد المسلسلات اللي انتجت اقل، لكن نسبه الجيد اكتر. وده الحقيقه دور الفن عموما، الفن عمره ما كان بنعمل كام مسلسل، لا صحيح كام مسلسل قدر يدخل لوجدان الناس ويقعدوا يفكروا في تفاصيله ويتاملوه ويحرك بداخلهم الكثير من التساؤلات ويجعلهم يحصلون على ايضا الكثير من الاجابات. بالاضافه الى جنب الاعمال دي هناك ايضا عوده، انا بشوفها عوده رائعه جدا للكوميديا، احنا كنا محرومين منها الحقيقه، انه البيت المصري يقعد مثلا كل يوم الساعه 6:30 يعني هو بيفطر لسه على مسلسل كوميدي زي الكبير قوي بالتجمع ده ما كناش بنشوفه الا قبل زمن الفضائيات. صحيح. يعني قبل عصر الفضائيات كان في التلفزيون الارضي فالناس كلها كانت بتتفرج مع بعضها. صحيح. مع الفضائيات لا، اظن انه مكي في الكبير قوي رجع، واحمد الجندي المخرج طبعا رجعوا الاثنين الطقس الجميل ده، انه نتجمع كلنا على طبق واحد درامي كوميدي، طبعا لايت كوميدي عظيم. طيب استاذ طارق، عايزين نعرف من حضرتك، بالتاكيد انت متابع انطباعات الجمهور عن الاعمال الفنيه في رمضان، هل شايف في اجماع من الجمهور ناحيه عمل معين؟ وهل تقييم الجمهور والمشاهد لعمل بيثبت بالفعل ان هذا العمل يستحق؟ هذا سؤال مهم جدا، لاننا اصبحنا في السنوات الاخيره دايما هناك استرشاد بالسوشيال ميديا في حاجات كثيره، وانا رايي ان السوشيال ميديا مؤشر مهم قطعا، لكنه مؤشر لا نستطيع الوثوق به او بنتائجه 100%، لانه نتائج كمان ممكن تتقلب، ممكن تروح في اتجاه وبعد شويه تروح في اتجاه ثاني، وبعدين هي كمان نتائج مرتبطه بالكلمه المتطرفه او الساخنه سواء سلبا او ايجابا، فبتلاقي مردود كتير اللي بيسموه ترند بعد كده، بيعمل ترند بعد كده، فبنعتبرها نتائج، هي ليست نتائج مطلقه، يجب ان احنا نفكر في ازاي تكون الترند عشان لما نيجي نحكم يبقى حكمنا صائب. مش كل اجماع لحظي بيحصل في السوشيال ميديا يبقى هو التوجه الصحيح، لكن في كل الاحوال في اعمال كثيره فرضت نفسها في الشارع، دي ممكن نحسها، فرضت نفسها كمان في الميديا في البرامج لاهميتها سواء كانت على المستوى المصري او العربي. مسلسلات زي الاختيار مثلا مؤكد عامل درجه مشاهده عاليه جدا مصريا وعربيا، مؤكد لانه قدر بيتر ميمي مع المؤلف هاني سرحان ان هم يقدموا دايما وثيقه. الوثائق جزء كبير قوي من بناء هذا العمل. وثائق مسموعه ومرئيه ولا يمكن التشكيك في مصداقيتها. على الجانب الاخر بياتي الجانب الدرامي ليؤكد الوثيقه. فبيبقى وكانه ايضا يتحول في هذه اللحظات الى وثيقه موازيه. صحيح. صحيح. طيب خليني اعرف من حضرتك بقى، يعني الناس كمان السوشيال ميديا بتتكلم بشكل كبير جدا عن راجعين يا هوا، وكمان بتتكلم عن مسلسل جزيرة غمام، كلمنا عن المسلسلين دول. وعن فاتن كمان. اللي هو مسلسل
فاتن امل حربي ايضا في طبعا طبعا. لا ده سؤال لوحده. يمكن فاتن امل حربي ده يعني هي قضيه اكتر كمان من انه يعني هو عمل طبعا درامي وعمل فني مهم، ولكن ايضا هو بيناقش قضيه ثانيه. فلكن بنتكلم على جزيره طبعاً. غمام مثلا في ناس تتكلم عن الصوره وعن القصه وعن الفنانين اللي موجودين، يعني في حاجات كتير جدا فيهم. الحقيقه انه عبد الحليم كمال الكاتب الكبير احد اهم علامات الدراما العربيه كلها الحقيقه طبعا. وهو الكاتب الذي ياتي اسمه مباشره زمنيا بعد كاتبنا الكبير الراحل اسامه انور عكاشه، اللي هو الكاتب اللي بيتحول هو الى صاحب عمل فني، الى قيمه حتى في التوزيع، الى اسم للمشاهد بيديله قدر كبير من الاطمئنان عندما يقرا على التترات، عندما يقرا اسمه. فالحقيقه عبد الرحيم كمان في جزيره غمام رسم لوحة إبداعية جميلة صحيح بتعود حوالي 100 عام، لكن كلها مردود إنساني في المطلق، مش مصري ولا عربي، إنساني عالمي. يعني ال تركيبة البشر اللي مقدمهم عبد الرحيم مع مخرج الحقيقة موهوب اللي هو حسين المنباوي، لازم نذكره بكل فخر يعني إن هو مخرج موهوب فعلا، عاملين ناسجين حالة إبداعية خاصة مترامية الأطراف بتوجز في كلمات بسيطة مشاعر ممكن تبقى عبر سنين. دي طبعا فن أداء هايل من طارق لطفي، ممثل مبدع الحقيقة، أحمد أمين صحيح، مي عز الدين، رياض الخولي، عدد ضخم، وأسف إذا حد نسيته مش قاصد أكيد يعني، لكن فعلا مجموعة مهمة. ما أقدرش لازم أتوقف أمام مدير التصوير اسلام عبد السميع ده، لان الصوره جزء عظيم في الرؤيه يعني في التعبير، الصوره مهمه جدا جدا، وده يحسب للمخرج لانها الرساله لن تصل بدون تفاصيل هذه الصوره الموحيه في جزيره غمام. كمان التتر الحقيقه علي الحجار، اختيار المخرج طبعا بيبقى هو للمغني، اختيارهم لعودة علي الحجار في هذا المسلسل لأن علي الحجار هو أكثر مطرب عرفته مصر على مدى أكثر من 40 عاما. تعرفين علي ربنا يديله العمر والصحة بيغني من أكثر من 40 عاما، وهو يعتبر أكبر مطرب في الدنيا كلها مش بس في العالم العربي، في صحيح. الدنيا. وبما ان حضرتك بتتكلم عن التتر دلوقتي يا استاذ طارق، فن تترات قول لي، هل بيعتبر التتر جزء من العمل الفني؟ لانه في ناس كتير جدا يقول لك انا ما اتفرجش على المسلسل من غير ما اشوف التتر بتاعه. ده صحيح، المفروض كده، ومش معناها ان التتر يحكي الحكايه، لا يمهد لها. التمهيد اصعب في الكتابه وفي التلحين، فهو بيمهد لك للمود للحاله. صوت علي الحجار ايه اللي بيخلي المخرج يستعين بعلي الحجار؟ لان زي ما قلت لك علي هو اكتر مطرب في الدنيا كلها مش في العالم العربي صحيح. عمل تترات ليه؟ لان صوته بيطوع دراميا، مش بس صوت جميل ومتعدد الاحساس، لا والانغام، وبيؤدي كله، ممكن يؤدي بفرح يؤدي بحزن، لا كمان هو عنده قدره على التطويع الدرامي عالي، ودي ميزه استثنائيه ربنا اداها له جنب جمال الصوت. عشان كده انا بشوف من اول بيسموها براعه الاستهلال في اللغه العربيه، بيسمى دايما البدايه لما تبدا بدايه حلوه يقول لك براعه الاستهلال. انا رايي ان براعه الاستهلال هنا تنطبق بالضبط على اداء علي الحجار للتتر. هي حتى كمان راجعين يا هوا كمان استاذ طارق، يعني مدحت صالح الفنان الكبير مدحت صالح كمان هو طبعًا. اللي بيغني التتر، فبرضه مديله يعني تحس انت تتفرج على مسلسل ليالي الحلميه، حاجه من اللي احنا كنا متعودين عليها زمان. برافو مدحت، ايضا من المطربين اللي عندهم احساس درامي في فن الاداء. صحيح. وفعلا فكره حلوه اللي انت قلتيها من شويه، انه دول كانوا هم النجوم في زمن الثمانينات والتسعينات، وبعدين في الاسئله الثالثه بعدوا شويه. العوده في حد ذاتها عوده حميده طبعا. فهنا هو طبعا بيحمل اسم كمان اسامه انور عكاشه كقصه طبعا، او كقصه دراميه، لان هو ماخوذ عن مسلسل اذاعي اتعمل له قصه، وبدا بقى سليمان عيد يعيد كتابه السيناريو وكده. فايضا هذا المسلسل من الاعمال اللي هي بتتكلم على الاسره، هو عمل تلفزيوني قح، لان دايما التلفزيون ملعبه الاسره والمشاكل، وازاي انك تتحول
من منافس او من خصم الى حمام السلام، تعيد السلام مجددا الى تلك الاسره. طيب استاذ طارق، كمان في يسرى ومصطفى شعبان في عمل لايت، الحقيقه هو عمل لايت لكن في نفس الوقت بيناقش قضايا هامه، لكن في قالب يعني خليني في قالب كده خفيف ولايت. خلينا نقول انه دايما عمل فعلا، اولا جمال الموضوع وحرص المخرج على انه يقدم قيمه اجتماعيه. دايما هتلاقي ذوي الهمم اللي ممكن البعض يقول ذوي الاحتياجات الخاصه، هم ذوي الهمم موجودين. موجودين اللي بيغني واللي بيلعب رياضه لان هي في مدرسه، وازاي بيحققوا نجاح وهو نجاح حقيقي. دي كلها شخصيات حقيقيه، مش بتلعب، مش يعني مش 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 خيال كاتب، لا. ايضا انه وقف بيقف ضد التنمر، والتنمر احنا عارفين انه موجود في كل المجتمعات. صحيح. وفي المدارس وفي الجامعات وفي الشارع، يعني عايز اقول ليس بعيدا وجوده، لكن هو بيقدمه وبيقاومه وشفناه في اكثر من مشهد. مصطفى شعبان كمان عمل دور كويس، هو لايت كوميدي زي يعني هو اجتماعي كوميدي بس منسوب بشكل جيد وبيمثلنا. صحيح. يعني طيب بيمثلنا لانه اهم حاجه المدرسه، هو بيتكلم عن المدرسه عن التعليم. طيب اخيرا استاذ طارق، ايه اللي كانت المفاجاه بالنسبه لك وترتيب المسلسلات؟ يعني كنا سالناك برضو في اول رمضان قلت يعني كان ليك ترتيب معين، فعايزين نعرف هل الترتيب اختلف، ترتيب المتابعه؟ لا لا يزال، احنا طبعا مش هنقول من افضل، لكن لا نزال احنا في الملعب، يعني لسه في الملعب، لكن مؤكد ان الاختيار، مؤكد انه جزيره غمام، مؤكد العائدون، المشوار، فاتن، امل حربي، يعني كلها مسلسلات. ومسلسل ايضا احلام سعيده ليسرى، احنا نسينا نتكلم عنه، يسرى عامله فعلا دور كوميدي، عاملاه بشكل جيد جدا. يعني هنا الممثل العتويل زي يسرى ازاي يطوع نفسه. صحيح. في ملامح الشخصيه الدراميه في حاجات الحقيقه رائعه وملفته. ومكي، انا بحط مكي او مسلسله يعني كبير قوي، في انه الكوميديا كمان لها ابداع خاص، يعني طبعا لا ينظر اليها انها رقم اثنين، لا، في ابداع مخرج وفي ابداع ممثل، فكلها يعني اعمال كتير الحقيقه بتحتل اهتمامنا واهتمام الناس وحققت مردود عالي جدا. طبعا دي هي يمكن كمان استاذ طارق، يعني احمد مكي كمان زي ما حضرتك بتتكلم هو عامل شخصيات مختلفه، ان كان من اول الصوت، من اول الشكل للصوت للبادي لانجوج، طريقه الكلام، هو ده لغه هو ده الجسد، كله مختلف. ففعلا هو في احنا شايفين في ابداع، وحتى الكوميديا كمان يمكن الناس كانت مستنيه ان هي يعني كانت مستنيه تشوف احمد مكي، لكن شافت احمد مكي بعوده قويه وبكوميديا فعلا. الحقيقه يكفي ان هذا المسلسل فعلا رجع البيت المصري انه يفطر في نفس التوقيت. صحيح. انا طبعا انا بتفق مع حضرتك جدا. الحقيقه احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الناقد الفني استاذ طارق، الاستاذ طارق الشناوي، وهيكون لينا طبعا لقاءات تانية ان شاء الله خلال شهر رمضان عشان نتكلم على الاعمال الدراميه.